حياكم الله من جديد. دول كثيرة تعتمد على دخل السياحة وإيراداتها. السائح السعودي يعد من أكثر الأشخاص ميزة وصرف خلال سفري وتنقلاتي، ولكن هناك الكثير يسافر دون القراءة أو الاطلاع، ومن ثم يقع في فخ الشركات الاستغلالية أو العصابات المنظمة أو المافيا في بلدان لا تعرف الأمان ولا الحفاظ على حقوق السائح. على طاولة هلا اليوم سنسمع قصصا وحوادثا ونعرف طرقا استخدمها الكثير من هذه العصابات أو المافيا لتجنب ربما الوصول إلى هؤلاء الأشخاص. معي لنقاش هذا الموضوع الدكتور أحمد الأنصاري المستشار الأمني للحديث حول هذا الموضوع. مساء الخير دكتور أحمد. أهلا مساك الله. شكرا لتلبية الدعوة. أنا اللي شاكر لكم، الله يحفظك استضافتي. الله يحييك دكتور. اليوم احنا مقبلين على موسم صيف، في موجة سائحين وسواح سعوديين سينتقلون خلال الفترات القادمة لدول عدة لقضاء فترة الصيف والسياحة. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، كيف يمكن لي كسائح سعودي أن أضمن سياحة آمنة لي ولعائلتي؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، السياحة جزء من الترفيه، والترفيه من طبع الإنسان أنه يجب أنه يرفه عن نفسه، ولكن طبعا الإنسان يجب أنه قبل ما يتخذ أي خطوة يجب أن يدرسها بعناية. فعلى سبيل المثال، حينما يريد الشخص أن يسافر يجب أن يخطط تخطيط جيد لهذه الرحلة، أين يذهب، إلى أين، ما هي الدول التي سيذهب إليها، وقبل كل شيء ما هو الغرض من السفر؟ هل أنه هو يبغى يروح أي نوع من السياحة؟ في سياحة دينية، في سياحة ترفيهية، في سياحة اللي هي العلاجية، في أشياء كثيرة جدا. احنا خلينا ناخذ بشكل عام، نتحدث بشكل عام عن السياحة اللي هي الترفيهية، او انه الانسان ياخذ عائلته ويسافر. يفترض انه قبل ما يسافر يجب انه يعرف فين حيروح. هنالك دول طبعا تعرف خلال الفترة الماضية، خلال العشر سنوات الماضية، او بالاصح منذ 2011، هنالك دول كثيرة جدا كانت يعني هدف، وكانت يعني نقول انه مكان مفضل للسعوديين انه يذهبوا له. مع الاسف الشديد الاوضاع الامنيه اختلفت كثيره جدا في هذه الدول، واصبحت دول تشكل خطوره جدا على السعوديين. اذكر بالاصح تركيا. تركيا الان تعتبر دوله من الدول الخطيره جدا، وخاصه مدينه اسطنبول تم تقييمها انها واحده من اخطر 10 مدن في العالم، يعني ممكن انه يروح لها السائح. لذلك أنا يفترض انه الانسان قبل ما يروح لازم يجب ان يقرا. يدخل وزاره الخارجيه، مشكورين، وضعت موقع على الانترنت انه الانسان يقدر يدخل عليه ويشوف ما هي الدول او الاماكن الخطيره اللي ممكن يتجنبها. في دول يعني بشكل علني يعني تعلن انه احنا محتاجين، او احنا ليس لنا رغبه انه في السائح السعودي انه يحضر لنا، وفي حاله حضوره سيتحمل عواقبه. وتركيا واحده من هذه الدول. صحيح. وزير الداخليه اعلن بشكل صحيح. عام انه سيتم استهداف السياح العرب، وبخاصه الخليجيين، وبالاخص السعوديين والاماراتيين، لانه طبعا تعرف خلطوا السياسه مع العوامل الانسانيه. نأتي إلى المواطن السعودي. إذا أراد أن يسافر، يفترض أنت الدولة اللي تسافر لها لو كانت دولة غير عربية، يفترض أنه أقل حاجة أنه يكون عندك لغة تستطيع أن تتفاهم مع حينما تذهب إلى هذه، وأقل شيء أنه يكون معك اللغة الإنجليزية. في دول كثيرة الآن فتحت أبوابها وتسعى إلى استقطاب المواطن السعودي أو السائح السعودي، على رأسها ألبانيا. ألبانيا هي تعتبر صورة مصغرة لتركيا. جميع الثقافة، هي كانت أساسا مستعمرة تركية، الثقافة بشكل عام، الأكل، الشرب، المناظر الطبيعية. ألبانيا أنا لا أدعو طبعا أو لا أنه يعني أسوق لبلد معين، ولكن ألبانيا تعتبر دولة آمنة بشكل كبير جدا مقارنة إذا قارناها بتركيا. مرحب جدا بالسائح السعودي. فتحت ألبانيا أبوابها للسائح السعودي حتى الذهاب لها من غير تأشيرة خلال فترة الصيف، وأعتقد أنها تستمر إلى فترة سبتمبر. هنالك محاذير كثيرة جدا وخطوات يجب أن يتخذها السائح قبل ما يذهب. على سبيل المثال أنه تحصل على المعلومات، إذا أراد أن يحجز
أنا من وجهة أو من خبرتي الشخصية أنه يفترض أنه هو لا يذهب إلى وكالة سياحة بل يتواصل مباشرة مع الفندق اللي سيذهب له، لأنه بعض الأحيان حتى شركات حتى وكالات السياحة ربما أنه هي نفسها تتعرض لل نعم. تتعرض للاحتيال. لذلك من المفضل أنه هو يتواصل مباشرة مع الفندق. هنالك فنادق على يعني على قدر عالي جدا من المهنية، خمسة نجوم. والإنسان شوف إذا أردت أن تسافر لا تبخل على نفسك، لا تبحث عن الرخيص، لأن الرخيص دائما مشاكله كثيرة جدا. صح، تواصل. نعم، تسمح لي بس ناخذ معنا هذا الاتصال وسأعود لنقطتك دكتور أحمد في قضية الخطوات اللي المفترض يأخذها السائح قبل ما يسافر. معي أبو عبد المجيد. أبو عبد المجيد له تجربة في السياحة. أبو عبد المجيد، احكي لنا تجربتك اليوم اللي مريت فيها في جانب السياحة، وين كانت؟ وش اللي تعرضت له؟ هلا والله، حياك الله أخوي، مساء الخير. مساء النور. الله يعطيك العافية وأشكركم على هالموضوع وأشكر ضيفك الكريم. أنا بس تعقيبا على كلام الأخ الكريم، أنا زرت أكثر من 30 دولة ولي 25 سنة في السفر، فيعني واخذين المحاذير كلها. انا زرت تركيا العام الماضي اول مره ازورها في حياتي. نعم. الاشكاليه اني تعرضت للسرقه ولم اتعرض للسرقه، يعني انا تعرضت للسرقه بشكل غريب جدا. كيف؟ لو كان التفريط مني والله ما تدخلت معه. الموضوع بكل بساطه، انا داخل مجمع تجاري عندهم نقطة تفتيش على المدخل الكبير أصغر من اللي في المطارات. دخلوا الأهل الحقيبة، ما طلعت الحقيبة، والرجال الأمن موجودين والمجمع والكاميرات، تكلم معاه رافضين إطلاقا. تكلم مع المسؤولين كانوا موجودين، نقول لهم شوفوا الكاميرات، يقولون لا ممنوع، ما نشوف الكاميرات. هذول رجال الأمن أبو عبد المجيد ولا سم؟ هذول رجال أمن المجمع نفسه ولا شرطة ولا رجال أمن المجمع؟ قالوا حنا نرفض أن نأخذ إذن من الشرطة. طيب الشرطة، استدعوا الشرطة. طيب قالوا لا، ما أنت تروح للشرطة. رحت للشرطة على الساعة 6 مساء، جلست في مركز الشرطة إلى الساعة 12 في الليل عشان أقدم بلاغ. وجلست إلى الساعة 12 في الليل لعندي توقف مع السفارة، ومشكورين وصلوني في القنصلية في اسطنبول، ومباشرة جاني واحد منهم وقال لي خلص الموضوع على الساعة 12، ولا كان الموضوع حيطول كثير، يعني لأنه أخذوا جوازي ولا طيب طول شيء. أسألك أبو عبد المجيد، وشون كان تعامل الشرطة معك؟ سيء للأسف. كيف سيء؟ من ناحية ايش سيء؟ يعني لما أعطيته الجواز، شاف الجواز دخل وأنا جلست، وكنت للمعلومية أنا ماني بوقت ذروة أو الصيف، أنا وقت الشتاء، وكانت معي العائلة، فالعائلة يطلعون برا والمركز بسيط وبدائي جدا، فمتجمعين وقاعدين، والله ما يعني ما كان قضية عندهم، حتى ما أعرف لغتهم، أبغى أتفاهم معاهم، ما جابوا مترجم، ما حاولوا انهم يعني اقل شيء يتفاعلون معك يعني على هالموضوع اللي انت فيه. نعم. طيب ومع ذلك طيب، واضحه نقطتك، شكرا جزيلا لك يا ابو عبد المجيد. معنا ابو عبد الله. طيب سعود، واخذ بعد تجارب اخرى لسعوديين مروا بتجارب سيئه، تعرض فيه امنهم الشخصي وامن عوائلهم للخطر في مناطق لسفرها. عندك تعليق دكتور على اللي سمعته؟ والله شوف، انا يعني اقول الحمد لله على السلامه، انه يعني مهما فقد الانسان ما حيكون اغلى من حياته، فلوس معوضه، اي كل شيء معوض الا الحياه او الابناء. شوف، خليني انا اكمل لك حديثي على اساس انه استغل في نقاط محدده. تفضل. مهمه جدا. يعني شوف الان الانسان قرر انه يبغى يسافر، أول شيء طبعا تعرف زي ما قلت لك أنه يجب أنه يتحصل على يكون عنده أكثر من بطاقة احتمال. الكاش لا يحمل كاش أبدا، لأنه بأي مكان في العالم الآن بطاقة الائتمان ما عدا دولة واحدة هي في العالم، إيران، اللي هي لا تتعامل بالكريدت كارد أو بالبطاقات الائتمان نظرا للحظر المفروض عليها. طبعا تعرف السعوديين ممنوعين أنهم يروحوا.
فلذلك يفترض أنه يكون عنده أكثر من بطاقة ائتمان، ليس بطاقة واحدة وأكثر من بطاقة صراف. الآن خلاص انتهى، طبق عزاله. أهم شيء أنه يجب أنه هو شخصياً يأمن الشنط حقته ولا يجعل أي أحد يتعامل معها. ذهب إلى المطار، يجب أنه، وهذه يحط تحتها 100 خط، أنه يجب أنه يغلف الشنط حقته، لأنه بعض أحيان ممكن بعض الدول الشنط حقته من يوم ما يعرفوها أنها شنط سعودية ممكن أنه يوضع فيها أشياء، شايف كيف، ويتم ابتزازه، لأنه في طبعا بعض الشنط فيها جيوب خارجية ممكن أنها توضع فيها ويتم ابتزازه أنه هو مهرب مخدراته، ويعني طبعا تعرف عمرك وعمري طويل متى يبغى يطلع منها. لذلك يجب أنه يغلف على الشنط حقته. ذهب إلى خرج من المطار، لا يركب مع أي شخص، يجب أن يكون مؤمن نقله من المطار إلى الفندق عبر إما أنه سيارات تكاسي محددة يتم استئجارها أو يتم تنسيق مع هذه مسجلة ومعتمدة ومعروف أنه تحركاتها. لا يركب مع أي شخص يجي يقول له والله أنا أوصلك من المكان للمكان الفلاني وبنص القيمة أو يبتعد عن ذلك. وصل للأوتيل يجب أن يتم، يعني طبعا تعرف في هنالك إجراءات كثيرة جدا حينما يدخل الأوتيل، يجب أن يكون زي ما قلت لك الأوتيلات الخمس نجوم فيها مهيئة خزانات موجودة في الغرف. يجب عدم حمل جواز السفر، جواز السفر ما يحمله معاه وهو متنقل، يصوره ويصور جوازات السفر حقت اولاده. في تطبيق وزاره الخارجيه يقدر يحصل قبل، شوف انا زي ما قلت لك تطبيق وزاره الخارجيه ممكن تسجل الجواز حقك قبل ما تتجه للدوله. طيب تسمح لي بس يا دكتور ناخذ برضه حاله ثانيه معانا ابو عبد الله. ابو عبد الله معنا عبر الهاتف. ابو عبد الله احكي لي تجربتك اليوم اللي مريت فيها، وين كانت وش تعرضت له؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بس عليك وعلى ضيفك وعلى المشاهدين. الحقيقة أنا ودي الآن لو تحطني بس موسيقى حزينة بس على أساس تتوافق الموقف. طيب تفضل يا أبو عبد الله بنشغلها لك، بس عطنا قصتك. البداية طال عمرك القصة خيالية، حلم تخطيط لقضاء رحلة جميلة، يعني لما تخيل في يوم أنها سوف تنقلب إلى رحلة هم وغم كل الحمد لله يا ساتر. قرار كان سفر تركيا بسبب الإعلانات من مشاهير السوشيال ميديا وبعض المسوقين للأسف. يعني أنت يا مشهور يا مسوق قاعد تسوق الأشياء هم صنعوها لك، سكنوك في منتجعات، سكنوك في فنادق خمس نجوم لكي تنقل لنا هذا البرج المغلف بالكذب والخداع والحقد. يعني في جميع الدول السائح يحظى بكل احترام وتقدير. نعم والله لم أجدها في تركيا، بل كنت على أعصابي. متى كان سفرك يا أبو عبد الله؟ كان في شتوية العام الماضي. ايه طيب تفضل. يعني أنا خسرت في هالرحلة خلال يومين أول ما وصل أكثر من 20,000 ريال. 20,000 ريال؟ 20,000 ريال سكن محجوز غير مسترد. طيب الشنطة اللي سرقت من كان فيها دولارات. طبعا أنا ما أشيل الجواز معي، متبع التعليمات وكذا، بس أجبرت ذيك اليوم أني أشيل الجواز على أساس أني أغير العملة. طيب أنت أبو عبد الله رحت لتركيا بناء على إعلان شفته من أحد المشاهير شدك هالإعلان ورحت لتركيا. صحيح. هذا كان سببك أن أنت تروح لتركيا وتختار أنك تصير سياحتك فيها. صحيح. أي اليوم 20,000 هذه كيف فقدتها خلال يومين؟ فقدتها بالشنطة. سرقت الشنطة منك؟ سرقت في قلب تقسيم. ايه وكيف كان تجاوب الامن معك او الشرطه؟ الشرطه يا ليتني ما رحت لهم. ليش؟ بالامانه لاني واجهت حقد رسمي على السعودي وعلى الخليج. وش اللي واجهته يا ابو عبد الله؟ واجهته اول ما دخلت لهم
واجهني بالكلمة المشهورة والمعتادة عربستان. قلت له سعودي أرابيا، يعني ما أنا بعربستان، إيش هذه عربستان؟ أنا سعودي. قال لي يجلس، لطعني ساعتين دون أي كلمة. أجي أكلم أحد يقول لي يجلس، من يعني من سبحان الله، كأنه يا شيخ جاي لنا أسوي سياحة على حسابه مو على حساب. طيب بالنهاية طال عمرك بعد ساعتين قال لي مترجم، رح جيب مترجم. طيب ليش ما قلت لي من البداية جيب لك مترجم؟ رح دفعت 500 ريال أجيب مترجم بالساعة متأخرة من الليل. لما جبته قلت للمترجم، قل له أنا أبغى بلاغ بناء بس على أني تواصلت مع السفارة، قال جيب لي بلاغ بس ولا يهمك، نطلع لك كرت عبور بسهولة. قلت أبغى بلاغ، مجرد بلاغ. قال ما أسوي لك بلاغ، إيش يثبت لي أنك سعودي؟ قلت معي صورة الجواز. قال بالنهاية قال لي تجلس ولا اعتقلك؟ ليش تعتقلني؟ طيب شكرا جزيلا لك يا ابو عبد الله، وقتنا ضيق، شكرا جزيلا لك، قصتك واضحه دكتور. انا بس خلني اعود لنقطه مهمه ذكرت قبل شوي، الخطوات، وهي خطوات رائعه. لو افترضنا اليوم ان ابو عبد المجيد وابو عبد الله قاموا بكل الخطوات اللي اليوم انت ذكرتها، ممتاز؟ ممتاز. لكن دقيقه، لكن اليوم بعد ما اتخذ كل هالخطوات هذه وافترض اني خذيت كل حذري واروح اسلب او اسرق، وبعد هذا كله يتم التعامل معي بشكل سيء، هل 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 يفترض اني انا اصلا اسافر من الاساس للبلد هذا؟ صح، هذه اللي انا كنت ابغى اقول لك عليه، لانه الخطا اساسا خطا الاثنين انهم سافروا لدوله يعني تناصب المملكه العربيه السعوديه العداء. زي ما قلت لك قبل ما تسافر لازم تبحث تشوف ايش هل الدوله اللي انا ابغى اروحها هل انها امنه ولا لا. لما تذهب إلى هناك ما تتصرف أنه تحمل ثقافتنا الثقافة السعودية وتروح لهم وتعتقد أنهم حيحترموك عشانك أنت سعودي. صحيح إحنا الحمد لله رب العالمين دول العالم كلها تحترمنا، تحترم دولتنا، تحترم قيادتنا، ولكن أنت لا تتوقع أنهم حيتعاملوا معك كما أنت تعاملت. شوف لما قبل شوي لما كنت بقول لك أنت لا تحمل مبالغ مالية، خطأ الأخ المتصل الأخير أنه حامل معه 20,000 ريال. 20,000 ريال في بعض الدول أنت لما تدخل 20,000 ريال تعتبر جريمة. في قبل فترة هو قال فقد 20,000 ريال، ما قال أنه في الشنطة كامل 20,000 ريال. أو فقد أو فقد، ليش تحمل أنت أساسا مبالغ قد كذا كبيرة؟ عندك حتى كمان البنوك الآن بتقول لك أنه تعال أنا أعطيك كرت اللي هو كروت اللي هي الكريدت كارد، تأخذها معك مسبقة الدفع، حط المبلغ بدل كأنك أنت حامل المبلغ حقك معك، فيعني تأخذه معك وتروح. خليني أنا أكمل لك لو تبغى. إيه؟ لو عندك اختصار لو سمحت دكتور، تفضل. أكمل لك الخطوات. راح للأوتيل، سكن في الأوتيل، زي ما قلت لك الجواز يجب أنه ما يحمله معه أبدا، الأطفال يجب أنه هو يهتم بيهم، عدم ترك الأطفال مع الخادمات ويذهبوا، عدم وحتى كمان بعض الأحيان في بعض الدول عدم أنه يعني معاقبة الأطفال، لأنه في بعض الدول معاقبة الأطفال تعتبر جريمة، وممكن أنه يتم سحب الأطفال هذول وحفظهم في ملاجئ، وربما أنه حتى العمالة المنزلية يمكن نعم فيها، وربما أنه يسجن الأب أو الأم إذا مثلا أنبوا أبنائهم أو أنه قاموا مثلا ب يعني ضربهم أو حاجة من هذه القبيل اللي تعتبر جرائم في بعض الدول. أهم حاجة أنه الإنسان يجب أنه يركز فين يروح، أي الدولة يروحها، يجب أنه يكون ملم ومثقف. ممكن يكون عندك المام دكتور، لكن المشكلة الأساسية لما يكون في عندك فئة كبيرة جدا من المشاهير. أبو عبد الله ترى يرفع يعني أصاب الهدف اليوم، أنت تأخذ المشهور تسكر بمنتجع توديه في مكان كويس تخليه يبرز لك حياة رائعة، طبيعة خلابة، أنت تشوفها يقول لك والله الحياة رخيصة التكلفة بسيطة. شوف اليوم مستوى الوعي عند الناس مو واحد يا دكتور، صحيح. مستوى مختلف. شوف خلافا على أنه غير قضية المشاهير، فيه فئة معينة تروج لتركيا مش على أنها هي فقط وجهة سياحية. صحيح. شوف أنا أقول لك على حاجة، جميع سفارات سيدي خادم الحرمين الشريفين حاطة خطوط طوارئ ممكن تتصل عليها 24 ساعة مفتوحة حتى خلال أيام الإجازات أو بعد الدوام.
يعني دائما جميع سفارات دول، جميع سفارات سيدي خادم الحرمين الشريفين موجودة هذه أو في القنصليات. المواطن السعودي حينما تقع له مشكلة أول شيء يجب أنه يتبادر في ذهنه أنه يتواصل مع السفارة قبل ما يتواصل مع البوليس أو قبل ما أنه يؤخذ، لأنه أي. ممكن أنه يكون التصرف حقه أو أنه ممكن أنه يعني حالة غضب يكون أو حالة ممكن أنه يتم الاعتداء عليه، وأنه هذا طبعا تعرف هدد الأمن، ممكن يدخل في مشاكل هو في غنى عنها. يتواصل مع السفارة والسفارة هي نفسها أو تتعامل مع الموقف، تتعامل معه وتعطيله إيش الخطوات اللي يجب أنه يقوم بها. أهلا قاعدين نقول لا تروحون عشان ما تشغلون والله ما تشغلون بأنفسكم وما تشغلون. شوف أنا أنصح في دول عربية تعتبر يعني ولله الحمد تعتبر قمة في التعامل مع المواطن السعودي، وتعتبر حتى وجهة سياحية. يعني احنا عندنا مثلا ما ابغى انه يعني يؤخذ او انه يفسر حديثي انه انا بسوق لبعض الدول، ولكن من لا يستطيع ان يتعامل ومن لا تكون عنده وجود فانت يعني ابتعد عنه، ويعني الانسان يكفي شره يعني يكتفي من الشر. اسمح لي يا دكتور اخذ معنا ايضا ابو عمر صاحب تجربه. ابو عمر مساء الخير. ابو عمر احكي لي تجربتك، وين وقعت او وين عشت التجربه هذه، وش ابرز ما صار فيها؟ اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت امسي عليك حياك وعلى ضيفك الكريم وعلى الساده المشاهدين. سمعنا بالاونه الاخيره عن المشاكل اللي تعرض لها السائح السعودي بالاخص في تركيا، وتعرضت الموقف شخصيا يعني بالتحديد بشارع الاستقلال في مطعم، طلبت الحساب ولم جاب لي الحساب، وعطيت الحساب وقالوا للأسف الفلوس مزورة، مع أن تم سحبها من البنك المجاور لهم، ووريتهم الإيصال ورفضوا، وفوق هذا فصلوا الأوراق النقدية عن بعضها. يعني بالمختصر يا تدفع يا ممنوع الخروج، واضطريت أدفع تفاديا للمشكلة وتفاديا أيضا للتعامل الحاد والسيء غير المضايقات التي تتعرض لها شبه يومي، وتعامل الشعب السيء مع السائح السعودي والنصب والاحتيالات اللي ما لها أي حد، وكثير المواقف المشابهة حصلت مع الأصدقاء والأشخاص المقربين. جيد. أبو عمر باختصار لو قالوا لك بتروح تركيا كامل التكلفة مغطاة تروح؟ لا والله، هو أنصح أي سائح سعودي بغض النظر أنه ما يروح إلى تركيا، من المواقف السيئة اللي تعرض لها الشعب السعودي والسائح الخليجي. شكرا جزيلا لك أبو عمر. هذه ثلاث حالات، وذكر فقط أنه في تركيا تمت سرقة أكثر من 150 جواز سعودي. هذه الجوازات طبعا تستغلها جماعات من المافيا، جماعات متطرفة تستغل لتشويه صورة السعودية، لتشويه صورة السعوديين، وصمهم بأنهم إرهابيين. أيضا حتى المهاجرين، يعني السؤال الثاني برضو والنقطة المهمة جدا اللي اليوم تطرح، إذا إحنا اليوم عندنا كل هالمواقف وهالشواهد على أنه هذا الشيء قاعد يصير في بلد أو في عدة مدن في بلد مثل تركيا، تنصب لك العداء وتنصب لك دائما المواقف السيئة تجاهك وتجاه عائلتك، وتتعرض فيها المواقف احتيال وتتعامل معك بعنصرية، وش الداعي أنك تروح لها؟ وش الشيء اللي اليوم، وش القيمة اللي بتضيفها لك وجودك في تركيا أصلا؟ هذا السؤال المهم صراحة، واللي نطرحه اليوم لمن يروج لهذه السياحة على الأقل تقدير. دكتور كلمة أخيرة بس أبغى أشوف كليب أنا وأنت ذكرته قبل شوي لوزير الداخلية التركي. نعم. هذا الكليب انتشر من فترة وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، شوفوا ونرجع. Milletvekilliğine kast edeceksin, eskiden arkadaşlar sevgi sevgi dosyada hazırlıyorlar. O dışarıda Türkiye düşmanlığı yapanlar için. Dünya kime dedim bilmiyorum artık ama Türkiye küçüktür dünya. Bu kadar açıklıyor. Aslan gibi var. أنا لن أعلق على حديث وزير الداخلية التركي لأنه الإناء بما فيه نضح من فترة طويلة على لسانه وعلى لسان غيره، لكن
دكتور أبغاك تشوف شلون اليوم حجم التفاعل اللي كان موجود مع كلمة وزير الداخلية في 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 هذه الفعالية، كيف الناس اليوم صفقت وهللت وكبرت لهذا الوعيد اللي توعد فيه العرب والسعوديين والخليجيين، وأنه سيتم القبض عليهم. وش الرسائل اللي اليوم ممكن نستنتجها من هكذا مقطع؟ شوف رسالة واحدة، هو يقول لك أنك لا تجيني، هو السفير هو الوزير يقول لك إن كان لا تجيني، إن كان جيتني أنا أسجنك. وتم تأكيد ذلك قبل يومين. نعم. تم إلقاء القبض على بعض من مواطنين إماراتيين. نعم. فيعني الرسالة واضحة، وأنا أعتقد أنه يعني مو لبيبه بالإشارة يفهمه، هذه ما هي إشارة، هذه رسالة موجهة. صحيح. لكل سعودي. صحيح. أنه لا تسافر لتركيا. هنالك، شوف الجيد جدا أن هنالك وكالات سياحية كثيرة جدا في المملكة العربية السعودية ألغت تركيا كوجهة. صحيح. سياحية. اليوم وزارة الخارجية الأمريكية وزارة. نعم. الخارجية الألمانية أيضا حذرت. نعم. يمكن قبل الشهر الماضي حذرت وزارة الخارجية الأمريكية. نعم. وزارة الخارجية الألمانية بعدم السفر. صح. إلى تركيا، وحذرت تحذير قاطع. نعم. المهم أنه اللي يبغى يروح يتحمل مسؤولية نفسه، والله إن شاء الله رجع بالسلامة. وأنا بشوف يعني تعرف يمكن دعوة أنه إحنا للأخوان اللي يرغبوا السفر، يعني أحذر قدر المستطاع أنه أنت ترتكب أخطاء. لو حصل لا سمح الله وقدر أنه أنت وجدت نفسك في موقف سيء، أول شيء. نعم. تبادر به بالاتصال على سفارة سيدي خادم. نعم. الحرمين الشريفين، خلي عندك خط دائما. صح. مفتوح مع المملكة. نعم. أنه هنالك شخص تتواصل معه في حالة وقوعك في. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الأنصاري المستشار الأمن. الرسالة الأخيرة، يكفي أن نقول بس لمن يتابعنا وينوي السفر إلى تركيا أن تركيا من ضمن الدول العشرة الأوائل في وقوع الجرائم عام 2017. تركيا هي مرتع خصب لجرائم القتل والسلب والاعتداء والعنصرية. والقرار يعود لكم. فاصل ونعود.